ان شاء الله ما بتبلي وما بتخي يا بنت اختي. ما شاء الله ما شاء الله، مثل النفجه ما شاء الله، لا قوه الا بالله. اول مره بتمدحني، بالعاده عطول بسامير. لا تنسي ان خالتك قبل ما تكون حماتك. اي ان شاء الله يا رب عطول هيك. ليه ان شاء الله عطول بابا بيبقى مدير عام مشان تضل هيك. استمتع عم تتوتوت انت التنتين. ليه تقبريني لا غنى عنك حبيبتي؟ لا مش بالكم فواكه. والله ما بتعزبي حالك، شو جايين نجربكم نحن؟ حبيبتي مو شانك، انا بدي دلل صهري. ايوه الله لا يحرمني منك، اعطيني الطهره. لا الله يوفقك، ما خليك تقولي لا الطهره. اعطي اعطي. الله يرضى عليك حبيبي. نياله ابني على الحمايه، ونياله على كنتي كمان. تفضلي الله يرحمه. بيبيته راح يخلصنا. عمي تفضل. عمي شايف لك جوز اختك المحترم بحياتهم راح يتغير. نحن عم نحكي عن المديريه اللي تعين فيها، وهو عم ينتقد الشوارع والزحمه اللي فيها. سيدي معه بده يتغير. لك ستي شفناه فوق وشفناه تحت. ما بتتذكري المره الماضيه لما تعين مدير عام؟ لا هو استفاد ولا فاد غيره، وراح يضل هيك يعني. تي 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 هذا هو ابو طارق، حامل لي السلم بالعرض وماشي. الشغله واضحه والمكتوب مبين من عنوانه. كيس طفل، الله لا يعيذنا له. بتعرفي لك سميرة؟ شو؟ هيك منصب لازم يكون إلي. يا لطيف شو كنت عملت؟ كانت انكسرت المؤسسة وصار في عجز بالميزانية. قلتك كانوا حملوني مسؤولية الأزمة الاقتصادية. لك آخ 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 آخ. الله بطعم الحلاوة اللي ما بدرس. وإنت ما شاء الله كل درس عندك هالقد قدو. خليني كمل كلامي. بس يا بابا أنا اسمع شو عم قل لك. اسمعوا لك. هذا اللي عملته بيأكد إنه ملك ابني. أنا ما ربيتك غير على القيم والأخلاق. معقول أنا يكون ابني واحد مستهتر؟ مستهتر بأرواح الناس ومشان شو؟ مشان كم ليرة حرام يحطهم بجيبته؟ ولك أنت شو؟ شفتي آخر تربايتك يا خالد؟ لك كل ما دق الكوز بالجرة بتقلي تربايتك، أنا شو دخلني؟ والله لازم كأني أنا ناقصة. استنى عندك. الكلمتين اللي رح اقول لك اياهم بتحطهم حلقة بدنيك. إذا بتكرر هذا الشيء اللي عملته، أو إذا بتفكر فيه على الأقل، بتعتبر حالك مو أمي ولا بعرفك. عليك. في ورزة يعني بالجد. أنا بورشيك يا طارق.
السن بالسن. تابع. لا بس عم شوف انه جنوطة تبع سيارتك كروم ما بعد كروم. ايه كروم. خير شايف سيارتك على الارض يا حكم. اكيد هذا اللي عملها واحد ابن مدير عام. بابا اطلع معي خليني اوصلك على العياده اذا بدك. مالي راي على العياده، راي لعند وحيدة. ليش؟ نفس الطريق. ماشي. يلا. لساتك نايم يا وحيد عصرة؟ أهلين صباح النور. أنا ما قلت لك صباح الخير. بفترض إنك قلت لي إياها باللا شعور تبعك. افتح الشبابيك وقوي البيت، قوي يا رجل. حاضر. وين جماعتك؟ اتصل فيه وخليهم يجوك. بالتصوير اللي؟ لا خلص ساعة واحدة ما راح تخرب الدراما السورية، نادي له الروح. طيب بس لعمل لك فنجان قهوة. تعال أقول لك، أنا بساوي قهوة، أنت اتصل فيه والله يرضى عليك. يلا حاضر. شو أنا هلا؟ تضرب شو عفش جوز بقى. تفركش بالاغراض يمكن هذا. شافوا نرتاح جوا بيكون افضل. حبيبي وليدو. يا ميت اهلا وسهلا بالاستاذ عماد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك شو هالمديريه هي؟ لك شو اعمل انا؟ منين بدي اروح؟ صباح الخير يا طير. صباح النور، اهلا وسهلا. خير شبك، شايفك حايص لايص. لك والله بدي مشي هالمعامله بس ماني عارفان منين لازم بلش. وصلت، بتبلش من عندي. ليش حضرتك موظف هون؟ لك لا بس انا معي معامله، انت معك معامله، بنمشي المعاملتين والمعامله مع الله. وليش اخذت المعامله؟ لك مش عم مشي لك يا عم. بيطلع بايدك. هلا بتشوف، هلا بتشوف كيف معاملتك رح تركب على السكوتر وتفريفا. هلا انا شوي عم قلت انك مالك موظف هون. ولو بس انا هون دينامو المديريه. بسموني رامات الدوائر الحكوميه. والله لك يا عم. الله يسامحك. هلا بتشوف كم تيرا الحمي يا تير. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. جينا مشان سكوتر وتفري فريد. بالفعل انك قليل زول، ما خايبنا مشغولين؟ كملي برجيتور لشوف ايش فيها. برجيتور ايوه. برجيتور اليوم مزاجه رايق وراح ينطحنا هالمعاملة. وانت شو عرفك انه مزاجه رايق اليوم؟ ولو مبين علي انا اختصاصي ابراج على الفلك داخليه نسائيه ام حنجره اطفال. طيب والله مزبوط. عم اقول لحالي انه مش بهي الالوسي. مو هيك؟ انا الالوسي ارفع ايدك لشر، نزل ايدك، افتح عينك شمال، عطوس عطشين. هذا هو شفت؟ ليكون تضرب بالمندل كمان؟ لا هذا المندل شغله قديمه بس بقرب الكف اذا بدك. تقرب الكف؟ على حب النبي، على حب النبي شوف لي كفي، شوف لي كفي على حب النبي. شوف لي كفي. امسك يا ابني. بسم الله. اخ استلمت استلمت. لا قوم شمع قوم. يا رب يا رب ولك شمعك.
يلا هات لشوف. ما شاء الله شو هالكف مثل العشوائيات يا رجل. يخز العين. لا كفك ابيض مثل التلج. وشو في كمان؟ شو في؟ واضح انك ما بتمشي الا المعاملات الضابطه، مشان هيك بدك تمشينا معاملتنا مو هيك؟ طبعا نحن ليش بنمشي معاملات ضابطه بالاصل؟ عفوا نحن بنمشي للمعاملات الضابطه. الله اكبر. شفتي شفتي بده يجي لي صبي شيء؟ شوف بعد اشاره حزام امان اشارتي مخالفه. هلا لا تمشيني يا اشارات ما بدنا نكون شفت مرور ما بدنا عتبالي. ولك لا بعد وحده بعد اربع اشارات رح تفك عشقه البنات ويجيك صبي. شو حكي؟ ايه والله هلا بالله. لا اله الا الله يسلم علي وصلاه محمد وصلاه محمد. اذا اجاني صبي لك عندي جايزه مو طبيعيه. وانا لك عاد انت عاد بقى كل واحد صار بده يلحصص بعضه يا اخي. خلص خلونا نعرف نشتغل بمعيتك هالمعامله. مو على راسي خلينا لك مو على عيني. ما شاء الله. ارفع ارفع ايدك شمال ارفعها نزلها افتح عينك شمال عطوس. جايك صبي شو هالحكي لك لك وهي وش واذا جاني صبي يشهد الله علي بدي امشي لك المعاملات كلها تفلات اذا فيك عني. تفضل يسلم ايديك الهي. انا ما بدك تقرا لي كفي؟ كان بلا ارفع كفك حبيبي افتح عينك شمال سكرها عطوس. اجل خلص جاي صبي شو من دمك يا باب السمك. ريح يا ربك ماما شلون مشيت المعاملة؟ لك ما قلت لك انا دينا المؤسسة رمات المديرية لسه ما استخدمت التيرة اصلا ده. بس كأنه مشيت معاملتك ونسيت معاملتي. يا سيدي معاملتي معاملتك معاملة مع الله كل واحد امشي. شوف لي كفي مشان شو بدي شوف لك كفاك ما المكتوب مبين من صلعته. لما مين بيكون مخباية طيرة هون ولا هون؟ طيرة يعدمني اياك يا بربريسي طيرة. عفوا يا اخ. نعم. لو سمحت مكتب الاستاذ ايمن وين؟ ليك هون. على فكرة انت لي ذوقها. شو عم تقول؟ في حدا بيحكي مع العالم وهو قاعد ما توقف. ها هيك ها مكتب الاستاذ ايمن وين؟ لك هون. يسلم وهلا عود مثل ما بدك خذ راحتك افريا امشي. شو العلامة؟ يا رب يا رب عبيدي يا الله يا وليدو. لك أهلين أستاذ عيوان. قل لي ورني شو صار بقسائم المازوت تبع باصات المديرية؟ عم يقولونا الأسبوع الجاي إن شاء الله رح يبعثوا لنا إياه. إيه معناتها لا تنسى تأمن حصتنا لأنه عم بيقولوا الشتوية هي قارصة جدا. لا يا أستاذ عيوان لا توصي حريص بعدين أنا بعمري نسيتك شيء. لا لأنك كلب. نعم قصدي يعني وفي انت وفي كلب ووفاء ووفاء. اه ايه وفاء ووفاء مسدين كلب. يعني كنت عم اقول استاذ عماد بخصوص السيارات القديمة عندنا بالمرأة شو رح نعمل فيها؟ يعني هي قديمة فعلا ولا لك انسى بقى حتى لو ما كانت قديمه منقدمها سيدي شو هالشغله؟ ليش بحبك يا وليدو لانك ذكي وليدو يا وليدو وليدو يا وليدو خلاص يعني بعمل فيها انا محضر اتلاف ومنخليهم ينزلوها بالمزاد العلني. يعني قلتك هاي القصه فيها هبره مرتبه؟ لك طبعا تحكي استاذ عماد لو ما كان فيها هبره هبره معقول اوجع لك راسك بهبره صغيره انا؟ دبر قلبي يا وليد اتكل على الله اتكل على الله. قول يا رب. اسمح لي انا بدي اروح يلا. لك لسه ما شفت القهوه. في هبرات كثير ناطرتني يا وليد. الله يقويك الله يقويك يا استاذ يا وليد يا ميت يا يعطيك العافيه يا هلا. بس حبيت القلب وابا هو فكرت امسكك انا قصدي وابا هو يعطيك العافيه. اهلين وسهلا. مرحبا يا شباب. دبر التعازي بدار المرحب. هلا خليك مركز معي ركز معي. ارفع ايدك اليمين نزلها سكر عينك شمال عطوس. خلص ما في مجال اكيد انت الاستاذ ايمن شو الحكي بالله شو عرفك؟ ولو لانك تكتب ايدك اليمين. طالع لك تقفيلة سخونة ما عجبتني. هذا مؤاخذة بس شفنا قالوا لنا هي المعاملة عندكم سيدي فريرا سكوتر ان شاء الله بمعيتك. هات لشوف.
ما شاء الله شو هالتكاوي، موبايلات، شواحن، ليش شو هدول كلهم؟ اخي انا بحكي كثير، بحكي كثير، عندي 9-3، 9-4، 9-5، 9-6، شو بدك انت؟ 9-10-11-12، ما شاء الله شو البسطة اللي ناتعها ورا. لا مين عم يتصل؟ هي هي الأميرة، شو بدك؟ شو في طيران؟ الطيران اللي تخلع رقبتك، طيران. عن إذنكم بس لأحكي لشوف شو بدها. ليكو ما فشلت، ليكو كروم. تحمل داك شو أنا داك شو فاين تراتب أبو وازي بس الأستاذ عماد والله بيذبحني. شو في؟ شو عم تحكي؟ عم بشحن، عم بشحن. أحمد وينك؟ عندي شغل. شو بدي؟ اتصلت فيك على العيادة قال لي أبو موفق أنك ما أجيت. وينك؟ وين أنت؟ عم اقول لك عندي شغل. ما عم تفهم يعني عندي شغل؟ بدي اعرف شو هو الشغل اللي خلاك ما تروح على العياده ومع مين هالشغل؟ ماشي انا قاعد عند طبيب زميلي عم نتناقش بالوقاع الانفلونزا الضفادع. بدك شيء ثاني؟ يلا الله معك. استنى استنى وينك؟ استنى. لك شو بدك؟ اتفقت انا واختي سميره نروح نقعد بشي قرني. ماشي الله مع دواليبكم. روحي عني خلصيني بقى. انفلونزا الضفادع؟ ما في انفلونزا الضفادع. شو استاذ رصيدكم لا يكفي لاتمام المعامله؟ والله مبين عليه خروف محريز. ليك يا رجل كل المديريه بخار تقول حمام سوق. داك شو ولا ما داك شو؟ داك شو ولا ما داك شو؟ ايش حالك يا جونجر بلا ما تعلق مع الاستاذ عماد؟ عفوا استاذ وين شردتو؟ بدك تيش بقصد بالمعامله. اخي هي معاملتك خالصه، شغلتك عند الاستاذ عارف. وين مكتبه الاستاذ عارف؟ المقابيري. وين؟ المقابيري هون. مكتب مين؟ هني الاستاذ عارف. هو عارف بموضوع المعامله. يلا سيدي اتوصل. بتعرف استاذ كنت بدي اقول لك على هذا الموبايل أحياناً بيقطش أو أحياناً تغطيته ضعيفة بس زراره كروم. تعرف لي شي مصلح؟ أخي ما بعرف ما بعرف. لا 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 ما بعرف. ارفع ايدك. سكر عينك اليسار. عطوس. ما رح داك شعك. والله بعينتك جدع وقبضاي. تعرف كل ما يصير عندي معاملة بهالمديرية بدي أخذك معي. لك ما انا قلت لك بالاول انه رح اركب لك اياها على سكوتر وخليها تفري فلو. يا عم شو هذا هادينه على الطريق هذا؟ بيكون متقل بالفطور. شو اسمه هذا اللي قال لنا نروح لعنده؟ استاذ عارف. عارف ايه الحقني لقلك. الله. على فكره انت قليل ذوقها. بتحكي معي؟ ايه معك. شو وصلت تمشي على القاعد؟ استاذ عارف. كأنه ما في حدا. ارفع ايدك اليمين، سكر عينك شمال، عطوس. ما في مجال غليظ. استاذ عارف احلى ابرامه بالعالم. بدك يحرق حريشك شو هالسهره اللي سهرتنا اياها امبارح؟ طار عقلي احلى سهره بسهرها بحياتي. لك مو معقول شو حلوين القطاط اللي كانوا فيها. لك ادمانهم حلوين بخرمشوا. اي والله يا ابراما طاير عيني مبسوط كثير. اي والله كثير كثير كثير. لا حبيبي بدك تعطيني هيك مالك كم يوم عبي ما يداوم هذا المدير الجديد. لك يقبرني يقبشني على الخسر. لا لا ابراما مو الك معقول قول بدي احكي عن خسرك ابراما. لا اعطيني كم يوم بس ليداوم لانه هاد دقيق كثير وعم بدقق على كل شيء. اي لنعرف راسنا من رجلينا. راسنا من رجلينا من حفتينا من حفتينا. ايه ايه حبيبي خلص ولا يهمك. الله معك. الله معه. الله معك ابراما. لك يقبش ويلحش ويندش رقصوني دخيل قطعته اللي بيرقوا.
قوي الدقه شوي، بركي بكون نايم الزلمه. لك شو مجنون انت؟ في موظف حكومي بينام اثناء الدوام الرسمي. قصدك في موظف حكومي ما بينام اثناء الدوام الرسمي؟ شو وين عايش انت؟ بطوكيو؟ عفوا عفوا يا اخ، خبرني يا حبيب قلبي، حضرتك موظف هون؟ ايه انا اللي موظف هون، شو بقدر اخدمك؟ قول لي. مرحيه يا البيت. هذا مو مكتب الاستاذ علي؟ بفرشه وبحيطان هو وباب، هذا هو. غريبه عم نخبط عليه ما حم يفتح. الاستاذ عارف يا حبيب قلبي ماخذ اجازه. ها وبيطول؟ والله ما بعرف، مو شغلتي هاي. طيب بغيابه معاملات الناس شلون بدها تمشي؟ هي بتمشي لحالها. الله، يعني ما في حدا بيحل محله بيداوم محله؟ والله مو شغلتي هاي، ما بعرف. حبيب قلبي أمانة الله بلزم كل شيء، طوابع أي شيء بالخدمة. لا سلامتك، مو لازمني شيء. الله معك. السلام عليكم. كتر خيرك. شو هذا؟ والله شو بدنا نساوي؟ والله ارفع ايدك اليمين، سكر عينك شمال، عطوس الحقني. يلا. يا الله هذا زرار كروم كروم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شبك شو سيبناه؟ كأنك شفت لك شي بعبو؟ لك هذا من هذا أبو شريف، هذا كان أحسن موظف عندي بالمديرية. شو جابوا له؟ والله هي غريبين. لك شبك شو في؟ لا لا ما في شي أخي. اسمع لك، أحسن حل هلا هي معاملتك، بستنى لك يومين ثلاثة قبل ما يجي الأستاذ عارف، وإن شاء الله بخلي لك إياها تمشي فريرة على سكوتك. ماشي الحال. أمانة بدك شيء؟ لا بدي صلاتك. جاهز انت؟ جاهز. ارفع ايدك اليمين، سكر عينك الشمال، عطوس الدرمي. الله معك. يلا. شو اخبار المديريه؟ لا المديريه تقول ماشيه مثل الساعه، ان شاء الله مثل ما امرتوا ازود بعد. الحمد لله. يلا الحمد لله. الحمد لله. لك سمعت لي هالخبر؟ خير. حزير مين جاي على البلد؟ مين؟ حزير حش لك شيء لحشه. رئيس وزراء اوكرانيا. لك لا ست هيفا واحده. هيفا؟ ايه. واو واو. ايه والله. ايه هلا والله. ايه والله جاي. هلا وغلا والله. ايه والله الحمد لله. اهلين. ايه والله. اقول يا استاذ عماد عادي الموظفين اشوفهم مجعوزين جدا بالوضع الجديد والله. لك معلش كلها كم يوم على ما توصل هاي الفقره، على ما يوصل هذا المدير العام ويداوم له كم يوم هيك بنعرف ناسنا مرجلينا. ان شاء الله، وان شاء الله المدير العام على هوانا والامور ماشي حاله. ماشي حاله، بكره بنعرف ميته. طب عاد هذه شحنه الحديد اللي قاعدين طالبينها من الشهر، شو يسوي فيها؟ لك شبكون؟ لك ما بتفهم علي يا ابو لك انتم بدكم تضيعوني. عم اقول لك هدوا الليل هدوا الليل، بس لا يداوم الزلمة شوي بس نعرف بيته. لك شبه أبو عامر لا تجنني. إيه لا لا إن شاء الله إن شاء الله ما أجننك. يا إن شاء الله إن شاء الله. عمل خير خير إن شاء الله. أبو عامر؟ إيه. تعرف معلومة؟ إيه. تعرف إن الست هاي فرواحبة من أكثر الفنانات أنا بحترمها. إيه. لأنه هي ما عاملة ولا مرة سيليكون. أنا مش عم أدافع عنها، يمكن شفافة علي الشفة فوق. أنا شفافة. يمكن. ماشي شفافة. إيه بس أنا دائما صحافة السفرة بتكتب عنها هي وروبي، مع إنه أنا أكثر كنتين بحترمها. إيه. ما في سيليكون. ما في سيليكون طبيعي. الأخت هيفاء دائما كثير أخت روبي بالصحافة. إيه إيه. ما شاء الله ما شاء الله. أبو عامر شافك قاعد ومبسوط. ها؟ يلا على مكتبك عمو أحد. إيه صح. يلا. يلا سلام عليك. أهلين أبو عامر. عمورة اسمعي شو بدي أقول لك. هلا أنت رجعتي مرت مدير عام، مو مدير عام حي الله، مرت مدير عام أهم مؤسسة بالبلد. إيه شو يعني؟ مشان الله حشكوني على منياتك أمورة. بتعرفي مبارح تقطع قلبي عليكي ونحن كنا عندكم بالبيت. ليش؟ ليش تقطع قلبك علي؟ بوس إيدك أمورة، ركزي معي شوي.
يعني ما انتبهتي على حالك وانت فايته طالعه سري مري على المطبخ؟ يعني والله مو معقول 5 دقائق مثل الخلق والعالم ما قعدتي معنا. اي والله من هالناحيه معك حق. تعرفي الشغاله اللي كانت عندي ايام منصب احمد القديم كانت كتير مريحتني مخففه عني. ايه ها لك يسلم للذكاء وانت عيني. انا مشان هيك بدي حاكيكي. فهمت عليكي. قصدك رجع لي لما أمورة؟ هموت منك أمورة. لك شو ليلة ما ليلة أنت التانية؟ أنا قصدي إنه نروح على مكتب من هدول تبع الشغالات اللي بيتعاقدوا معهم مع شغالات سريلانكيات وفلبينيات واللازي منه. بتنقي لك شي وحدة رخيصة وشغلة كتير كتير نظيف بتحمليها وبتروحي على بيتك وبترجعي تلفي رجل على رجل مثل أول. شو رأيك؟ أحسن شيء بعدين برستيج ما لك. برافو برافو عليكي. ولك أمورة بتعرفي هلا قدام مرت فلان ومرت علطان ومرت علاك البان بتحطي هالسريلانكية على خصرك وبتنتعيه وين ما رحتي. والله جبتيها يا سمورة. لك أنا لو لاقي شو كنت بدي ساوي لك. ولك أمورة بكرة بنعمل نحوص على المكاتب وبتجيبي واحدة إلي واحدة إلي. اشرب قهوة انت وياه. شو هامكم؟ والله طق قلبي يا جماعة قسما بالله على شي معاملة معصلجة نتسبب من وراها. يطول بالك يا سعيد شملها فترة وبتمر على بين ما يتركها المدير العام الجديد. طولت بالي وبلكي ما تركن هذا المدير. شو بدنا نسوي يعني؟ من بدي اسد حق الغسالة والبراد والديجيتال والميكروويف والما بعرف شو؟ الله لا يشعقك. من وقت ما توظفتنا هلا بدي عندك اسود البراد والغسالات. شو شاري بغادات وغسالات للشعب كلياته؟ لك يا ابو سعيد انت هكان هم البراد والغسالة. لك انا عندي قصة سيارة لك هلأدو. دخيلك انت دخيلك. علام الباص صار كخ الباص يعني؟ ولا ضروري تروح بس تشتري لي سيارة ولها مبخوشة من فوق هذا قيل فتحة السقف؟ ليش ابو سعيد انا شو ناقصني؟ ناقص عن العالم ايد ولا رجل؟ ليش تعد ما اركب سيارة جديدة؟ والله مو ناقصك شي. والله مو ناقصنا شي غير شغلة واحدة بس. اشم معاملة هيك من هذول معصلجات نتسبب من وراهم. الله لا يشبعك يا رب. وبعدين ما بدك تضل ماشي على بيض؟ لا على عجة. بلا خفة دمك وحيد. بس شو الصفة العجيبة انك تشوف ابو شريف بالمديرية؟ انا انفلجت اصلا لما شفته. بعرفك شلون بده يعرفني اذا كنت متنكر؟ معناتها الامور ماشية تمام. منيح منيح ان الواحد يشوف له حدا شريف. بس ان شاء الله ما يكون متغير مثله مثل غيره. لا ما بظن ان شاء الله. شو بكره بتنتهي؟ بتضلكم تضحكوا وتتصحصنوا؟ لا يا علوش، هذا فوق ما انا جايبت لك عنوان جديد لموقع على الانترنت. موقع جديد؟ شو هو؟ موقع خطير، موقع اسمه فيسبوك. خطير؟ من الناحية؟ يا ستي من ناحية انه كل العالم الراقيين والمهمين والممثلين والفنانين بفوت عليه. معناها علوش ما بيناسبك تقولي. ليش بقى سلسلة؟ شايفتيني ماني راقية؟ لا أعوذ بالله. شو مانك راقية؟ بالعكس راقية وست الراقيين كمان. بس انت مانك ممثلة. ريحي لي حالك انت. اي لا تاكلي همي تقبري قلبي. قاعدة ومريحة حالي وما أحلاني. هلا شو بدك فيها؟ خدي مني هالموقع وفوتي وانطلقي وعيشي أحلامك كلها. تسلمي لي يا جمانة. شو بتفهمي؟ عرفتي ليش أنا بحبك؟ مو مثل هديك رفيقتك السرنوة. أنا فهمي. هلا هاي مواقع جديه فيها ناس راقيين وشيك، يعني مو مثل هالمواقع اللي كنت تفوتي عليها كلها ناس قلقلة. والله مكذابين كمان. معك حق. ايه اكيد كذابين. هلا بس تفوتي رح تشوفي انه هاي العالم كلها مرتبه وفنانين وممثلين. رح تشوفي حالك يعني. منيح بلكي بتتفركشي لك بشي فنان مهضوم. او تحبي خبزاتك على جبناته تعملوا ساندويشه. حرام حبيبتي تكون صار عندها شي خاص. طوابع 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 طوابع. شكرا شكرا.
صباح الخير. يا صباح الخير. بشو بدي اساعدك؟ معك 3 ثواني يا اما بتخسرها. طن طن طن. دكتور احمد. يا قريب سليم الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويخليك. ما بتتخيل قديش فرحت برجعتك يا رجل، وما بتتخيل كمان. لا تقضيها خيالات، رح ازعل منك. لا تقصدي عزم المفاجأة للسالي الواجب. شرف شرف دكتور شرف. يا سيدي لا حقيقة، شو ما حدا عم يرد على التليفون؟ والله هذا كل النهار هيك، لأنه مراقب الدوام ما له بالدوام. ما في أمل، بتضل عوجة. شو اليوم بشرت؟ لا لسه شوي، أنت عندك موبايل؟ إيه عندي موبايل. اكتب لي رقمك لإلا. على راسي. أهم شيء يا أبو شريف ما حدا يعرف إني إجيت لهون أو يشتلق إني فت عليك. أكيد أكيد. ماشي. ولا يهمك دكتور. تسلم، وأنا إن شاء الله بحكي معك وبنتفاهم. على راسي. يسلموا إيديك. شرف دكتور. يلا. يا أهلين يا أهلين وسهلين. أهلين دكتور. الحمد لله على السلامة. أبو شريف الله يسلمك. الله معك. ولك مالك يا زلمة؟ شو حسيت بالحمام؟ لك يا زلمة الظاهر إني فطرت ما عاد نضب البنطلون. يلا امشي امشي تأخرنا. يلا وما بدك تكفي الدوام؟ لك أنا دوام دخيلك، إذا أبو صبح جات نفسه وأنا موجود. امشي يا أخي. لك وين ما أخذها معك بعدين؟ خلص اتركني. تعال. والله علقتنا وخمة بهالمديرية. الله لا يعطيكم العافية. تفضل يا أستاذ وصلنا. أستاذ وحيد كأنك عم ترجع النص. يعني بصراحة بعد ما قريت النص لقيته بيتعارض مع مشروعي الفن. يعني ما في شيء. بس النص حلو كتير بضحك. هو بجد بضحك كتير. بس بصراحة حاولت أطلع فيه يعني منه بمقولة أو طرح يهم الناس يهم المشاهد ما لقيت. أستاذ وحيد لسه شايل هالمبادئ وماشي من عاد دور على مقولة فنية. الناس كل همهم يشوفوا وجه حلو أو يضحكوا شوية وصلى الله وبارك. ولا يهمك، يعني هلا في مخرجين كثير غيري يعني بيشتغلوا، مو بس بيشتغلوا بيتمنوا انه يشتغلوا معكم. استاذ وحيد في قناه شاريه مني العمل على الورق، يعني عضه مضمون؟ والله يا استاذ اسامه ما تحرجني، يعني انا مستحيل اشتغل هيك نص، يعني ان شاء الله هيك بتعامل معكم يعني المرات القادمه بسويها احسن. استاذ وحيد اذا مشان الاجر ولا يهمك. شوف انا بالنسبه لي المصاري ما بتعنيني، يعني انا بهمني المشروع تبعي، يعني انه يكون لامس هموم الناس ومشاكل. غير هيك اسمح لي. قرار نهائي يعني. انا مقتنع كثير كمان. طمني دكتور ان شاء الله في امل. الامل لازم يكون موجود دائما، وانت من هالناحيه ما راح ينخاف عليكي، ما شاء الله قاضيه ومثقفه. طب على ارض الواقع شو؟ فتره العلاج يمكن تطول شوي، وكله بيضرب بالعالميه. يعني بصير حمل؟ ان شاء الله. ان شاء الله. اهم شيء تلتزمي بهدول الادويه، وحاولي انه ما تتركيهم. ماشي على عينيهم. تفضل دكتور. عند السكرتيرة لو سمحتي. طيب ماشي يسلم. سلمي لي على الوالد كثير وقولي له ان شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. يلا خاطرك. اهلا وسهلا. علينا استاذ. تعرفنا نحن يا نضال، الوالد مربينا على الصوية. قوية والحمية. حمية والسكينة. طبعا. وهدول يعني اللي بيقولون أبي مبادئ. طبعا يا أخي فعلا في طمأنينة. طمأنينة طمأنينة بيشعر لوحدك يا أخي، كأنه في عندي مشكلة بالحروف. أنا يا أخي كافي أستاذ طارق، ما عندي مشكلة. دقيقة شوي. ما في عندي مشكلة بالحروف كبيرة. طبعا يعني شو بدك سلام؟ الجبالي صارت جاهزة. يلا شبكم ما تمشوا مشان كميات سمينة يا أستاذ طارق. نحن بعدنا على اتفاقنا ولا أخي بتحطوا الكميات النظامية وبس. مثل ما بتأمر أستاذ. خلص روح على شغلك. السلام عليكم. وعليكم. أهم شيء حب الوطن والاستقالة. أول شيء الاستقامة مو الاستقالة، وعلى سيرة الاستقالة عدم استقالتي، لأنه هيك ما راح يطلع لنا شيء، روش ما راح يطلع لنا. لك يا نضال، نحن ليش حتى ننام بين القبور ونشعر بهي شيء ما بعرف شو نشوف منامات ولا شيء. أنت بتعرفوا لخالق، والله أرض الأطنة مرة ثانية. يا عليم الله لا بعود يعرف لا أنا ابنه ولا أنت ابن عمته، ابن أخته. ما هيك أنت ابن أخته. ايه ما بقى يعرف حدا، فحولنا على القضاء دغري. بتعرفوا لابي؟ لشوف بالاصل متذكرني انا ابن اخته. لك ليك فرق لك لما كان مدير المره الماضيه طلبنا منه يوظفنا بس نعيده، ما خلينا لا امي لا خالتي ولا امك لك ولا حدا. لك لك يا شبك ليتني هون كم مره بدك تعيد على القصه؟ خلصها وصلنا العمى. خذ هاي. اذا هو ما بده يستفيد ويلحس اصبعته يستفيد، نحن بنستفيد وبنلحس كل اصابعنا. مزبوط، يعني احنا لازم نستفيد. اذا هو غشيم يصطفل عن جد يصطفل. اخي
نحن لازم نشتغل على الحسة، يعني إذا بالأسبوع مرقنا لنا 30 كيس شمينتو، ها 30 ضرب 400، 30 ضرب 400 يساوي 12,000. حلوين حلوين، أنت بتاخذ 2000 وأنا باخذ 10,000 شراب شاي. أكل روحي، شو رأيك بالأناقة؟ شو فيني الأناقة؟ فرش شو؟ والله شي حلو. شو هالحلوة؟ شفتي لي الجرافي الجديدة؟ والله شي حلوة. تذكرتيها؟ نعم. لك هاي اللي شفتي لي إياها السفرة الماضية من تركيا شبنا؟ والله عن جد لك أنا من زمان البسها، مو أحسن مالك لا حجاب الغزاني؟ إجا وقتها. ليش إجا وقتها؟ هات شو بحكي. روحي اليوم أنا مهزوم على العشاء. أيوه. مع موكل جديد عنده قضية كثير مهمة من وراها مبلغ محرز، بركي مغير السيارة حاجتها. يلا إن شاء الله الله بيرزقك. بس ما يكون في نسوان. ها حسام، ليش في من بعدك نسوان انت وماما لك؟ روحي. انا وماما. صحيح روحي، ما خبرتيني شو صار معك عند الدكتور. ما صار شيء، بس قال الشغله بدها شويه وقت. يلا ان شاء الله، بركي رب العالمين هيك برزقنا صبي بنت ماشي الحال. اي والله امين يا رب. روحي، شو رايك تقومي تلبسي واخذك بطريقي حطك ببيت اهلك، احسن ما يدي خلقك لحالك. والله لا يطق قلبك علي. تخيلك معلش بحط صورتك حبيبي. روحي بدي خلقك. الماما كانت وقت بابا يروح المساء. لا حول ولا قوة إلا بالله. لسه الماما. الماما حسام قوم شوف شغلك، خليني شوف شغلي وأنا بس خلص بروح لعند أهلي. ايه؟ يلا الله معك حبيبي. باي روحي. الله معك. أمي أحمد. أحمد أحمد. شو في؟ أنت شو في؟ شبك قايم مثل شايف لك شوفي؟ شفت ملام؟ أنا ملام. تقولي كابوس يا أمينة. خير حبيبي؟ شفت حالي متجوزك. افتحي الباب، هدول المعازيم. معازيم شو؟ هدول المعازيم اللي كانوا حاضرين عرسي وطب المنام. لك لا وقت يا عمتك، لك لا وقت. ايه عم تنسي صاير. لك انا تجوزتك بالحياة وندمت، معقول تجوزك من الكلام كمان؟ اهلين ماما. اهلين حبيبتي. ماما حبيبتي. ايه حبيبتي. اش الله يشيلك لك، عام على قلبي. قولي قولي طيب. انت يا الله. اهلين اهلين بابا. نفذتيني من قتلي. معقول؟ شو وين حسام؟ ليش ما جبتي معك بابا؟ والله بابا حسام عنده شغل. تذكرت وانا كمان عندي موعد. شو؟ ايه والله دكتور احمد. اه كترانه مواعيدك هالكم يوم. شو بدي اساوي؟ شو؟ مع مين موعدك؟ مع انتاي. لك شفتي؟ شفتي؟ ماما عم يمزح. دافعي عنه انتاي. ما حلك تتعودي على حركاته؟ لا ما تعود على حركاته. بابا انتو فهمانيني غلط. شلون؟ لا يعني اخذين عني صوره غلط، ظالميني شوي بالموضوع. والله ايه عن جد. لا بعدين بحكي لك، انا بدي روح البيت. اي روح البيت. خاف اتاخر على الانتاي. شفتي؟ قسما بالله رح يجنني. ماما عم يمزح. شو بك حلك تتعودي؟ لا ما تعودت. ليلي رحتي على الدكتور؟ ايه اليوم رحت. شو قال لي؟ هلا معقوله جربت هالشغله ترجع تعيدها مره ثانيه؟ معك حق تسألني هالسؤال. بالمرة الماضية اعتقدت اني صلحت المؤسسة، مش الحال تعبت وتنكرت وجيت اخر شيء اكتشفت انه كله فافوش. مظبوط. بس والله يا دكتور تاريخ ملسه ظريف ودمر خفيف. شو رأيك تروح على التمثيل وبلا لك وجع الراس؟ الله يا ريت يا سيدي، بس اصلا كل ما صرت مدير عام اكيد عم بضطر اشتغل مثل الممثل. شو بدي اعمل؟ المهم هلا قل لي انت شو بتعرف عن المديرين؟ من اي لحظه يعني؟ يعني من ناحيه الموظفين، مين ادمي، مين عاطل، مين بيلحس اصبعته، مين بيرتشي، مين اخلاقي. والله للاسف يا دكتور المديريه اللي جاي عليها هلا انت اسوأ من السابق. الفساد عم ينغل فيها نغل لهالدرجه؟ ايه كل المدراء اللي بيجوا لهون هبيشه، بدهم اياهم شو بالعشر اصابع، ومثل ما بتعرف الخط الاعوج من التور الكبير. عفوا دكتور مو قصدك. لا بعرف انه مو قصدك. كمل كمل. وين سرنا؟ عند التور الكبير. عند التور الكبير. لهيك هذا الشيء خلى الموظفين، قصدي الاغلبيه منهم، يتصرفوا على هواهم بالمديريه. هي كلمه الاغلبيه ما لها مبشره يا مشاكل.
والله عراس بنعيم يا سيدنا. ما بتعرف انا اللي حبيتها لانه انت نظام الكشكشه تبعك، يعني نظام الكشكشه اللي العالم بتفهمه. ما شاء الله صبايا بناتها حبايبنا، حبايبنا ما شاء الله. تدرس له خلينا بالموضوع. ايه على راس المسلسل هيك وقتل. ها مطروقه. اهلين ما اهلين أخي. اهلين بسياده القاضيه، هاتي بوسي مشتاق لك. شو طارق افندي جايه بكير على غير العاده لك. او 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 معقول الثاني طالع لابوه؟ مع ذلك بدي بوسك. هاتي بوسي. شلونك؟ ناجح حالي. لك امي شو قصتكم؟ الواحد شلون بده يرضيكم؟ اذا جيت متاخر ما بخلص، واذا جيت مو متاخر كمان ما بخلص. أهم كتير كتير سلبين، أنا فايت نام نعسان كتير عن إذنك. شو طارق؟ شو؟ شو هالسماعات اللي عم نسمعها؟ سماعات شو؟ سماعات شو؟ على أساس مو فهمان شو قصدي. لا والله ماني فهمان شو قصدك، أنا مخي سميك تفضلي فهميني. لك عن شو عم تحكي أنت وياه؟ والله ما بعرف، مو أنا اللي عم أحكي، هي تفضلي اسأليها. شو القصة معها؟ والله اسألي ابنك المدلل، لأنه مو أنا اللي عم بتلاعب بالمواصفات. شو عرفي؟ شو دخلك؟ مين قال لك أنت؟ مو المهم مين قال لي، المهم إنه هالحكي مظبوط. يا مها ما تدخلي بشغلي ارجوكي، انا حر. لا مالك حر. لا حر انا. لا خلصنا شو بدك انت وياها؟ هي قضيه في